الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في تواصل في تفسير سلسلة من تلا صور القرآن في منامه أو شيء منها. والنهاردة موضوعنا النهاردة عن تفسير من تلا صورة الماعون في منامه. وطبعا لها أوجه مختلفة كتير، ولكن الصورة بتشير إلى وجهين: وجه لأصحاب الطاعة والصلاح، وجه لأصحاب الذنوب والمعاصي أو المتكاسلون عن العبادات، يعني نوع عندهم نوع من الغفلة. فبالنسبة لهذه الصورة دليل على صاحب الرؤية لا يتصدق ولا يقدم معروف، طبعا للناس اللي هم عندهم غفلة ومش معاهم الدين، يعني الدين ما هو إلا رسما أو شكلا بس. طبعا ده لا يتصدق ولا يقدم ولا يخرج من زكاة ماله أي شيء. دليل على كده، دليل ما هو تنبيه من ربنا سبحانه وتعالى لصاحب الرؤية، بيقول له خلي بالك أنت مقصر وعندك أخطاء. إيه هي؟ ده اللي هو متغافل أو متهاون في الدين أو متهاون في العبادة. يبقى هنا إشارة أن هو بيقول له أنت مش بتتصدق، يعني ما بتخرجش زكاة مالك، أو لو أنت عندك زكاة ما بتقدمش معروف للناس أو للجيران أو أي حاجة. فتخلي بالك. لصاحب الصلاح دليل على يعني الإخلاص، ويقدم المعروف للناس، تستفيد منه الناس، تستفيد منه الجيران، ينتفع منه الناس جميعا، يقدم ما عنده من معروف على أي حاجة، يكون محافظ على الصلاة، يصفر بالأعداء والأعادي، يعني اللي يتلوها من أصحاب الصلاح، دليل على أنه هو يكون من الناس المنصورين اللي هم دايما يا ربنا يكرمهم بالنصر على الأعداء، أو يصفر بالأعادي. طبعا للناس الثانية المخالفة اللي هم يكون متكاسل عن الصلاة أو متهاون فيها، فإشارة يا صاحب الرؤية أنت متهاون ومتكاسل واحذر. فويل للمصلين، من هم المصلين دول؟ الذين هم عن صلاتهم سهون. سهون اللي هو بيتهاون، بيخلي الوقت يجي على الوقت، خلاص ده ويل. أما الناس اللي ما بتصليش خلاص، ده موضوع تاني كبير خالص. ولكن هنا إشارة يا صاحب الصلاة اللي انت بتأخر الصلاة عن وقتها وبتجيب الوقت على الوقت وبصفة مستمرة لا ظروف ولا حاجة، دي خلي بالك إشارة هنا، خلي بالك لان امور مش كويسه. برضو بتشير على ان صاحب الرؤيه ان هو يصاحب ناس فاسدين كسالى عن العبادات والصلاه، يتكاسلون عن الصلاه والعباد، فليعرض عنهم خلاص. اذا كان مش هيقدر يغيرهم يبقى يبعد عنهم، عشان هيكون زيهم ويكون في نوع من التهاون او التكاسل عن الصلاه، ودي طبعا يعني حاجة كبيرة، فلازم يحذر منها صاحب الرؤية. أما بالنسبة لأصحاب الصلاة ده اللي هم عندهم حفاظ على الدين واهتمين بالدين، فده يقدم المعروف وينتفع به الناس وينتصر وينصر وينصر على الأعادي، ويكون له إخلاص وحفاظ عن العبادة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.